هتلاقي على البيم قريب الشرح بتاع كل حاجه من الحاجات دي. تمام، بيديك ان انت تشتغل على الويب، تقدر تعمل اللي انت عايزه. لا هو ذوق الاي اي، هو ذوق الاي اي ملوش ذوق. هو الاي اي انت بتغذيه بمعلومات كتيره جدا، لذلك لو سالته عن ذوق حديد هيجيب لك تصميم حلو قوي. ليه؟ لان ناس كتيره مهتميه ومعجبه بذوق حديد، فعنده تغذيه كتيره قوي. لو اديته حد تاني مش مشهور مش هيعرف يجيب. لو اديته حد، انت ممكن تقول له انا عايز كوتي، هيبدا يعمله لك. عايز يعني هو حاطط كل الحلول، انا اخترت حاجه غريبه شويه عشان ايه تشد الانتباه. انما هو عنده كل الاذواق، عنده ذوق المودرن وعنده الكلاسيك وعنده الحاجات دي كلها. الموقع دوت مجرد ان انت زي كوهوم بتبدا تحط الحاجات، تبدا تحط معاك بشكل سهل جدا، وبيديك التاثير ده ان انت كان الحاجه بتتحط في الثانيه. حسن فتحي المعلومات عنه قليله. مظبوط يا فندم صحيح، حسن فتحي هتلاقي المعلومات قليله، رغم ان انا يعني من ضمن الناس المهتمه بعمارة حسن فتحي ومؤسس صفحه حسن فتحي، بس هو هتلاقي المعلومات قليله. هوم ستايل ده برضو موقع قوي جدا، انا مسطبه عندي على الموبايل بستخدمه كتير، بالذات ان هو بيدي تاثير كده اوجمانتد رياليتي وفيرتشوال رياليتي. روم جي بي تي تساله وهو يعمل لك اللي انت بتحلم بيه. تقريبا اغلب البرامج دي ما كانتش موجوده من سنه. تمام، بيقول لك اديني بس اي حاجه انت بتحلم بيها وانا اعمل لك 3 صور مجانا. انت بس تخيل، اديني بس صوره او اكتب لي اللي انت عايزه وانا ابدا ان انا اكريت لك الصور اللي انت عايزها. عامل زي شات جي بي تي بس متخصص في الغرف. طيب ده جوه الريفت، انا مسطبه عندي وحاطط لكم الفيديو وانا شغال بيه. هنا مثلا اديته توزيع للاير تيرمينال او مخارج الهواء، وهو بيوصل بينهم باكتر من طريقه. يعني يقول لك ممكن امشي بالطريقه دي ودي 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 ودي، بس في الاخر انت اللي بتاخد قرار. هو بيديك بس ايه اقتراحات وانت بتبدا تختار. ماشي، ده برضو نفس البرنامج. ده عباره عن ايه؟ ان احنا عملنا ريندر للصوره الطبيعيه اللي هي موجوده مع الريفت على طول، ما اتغيرش غير في 2024، يعني 2009 ل 2023 هو نفس المبنى. فانت عملت واحده فيهم بس، بعد كده ممكن تقول له ايه، طب خلي الماتيريال ازاز، طب خلي الماتيريال خشب، طب خلي المنظر في الخريف، طب خلي المنظر في الربيع. كل دي صور. هو عمل ايه؟ كان ميد جورني جوه الريفت. كل اللي انت بتعمله ان انت بتدي له المنظر وتديله تكست يبدا ان هو يعدل فيها. تمام، دي برضو من ضمن الحاجات الجنريتيف ديزاين الخاصه بالبرنامج ده. هو البرنامج فيه شويه مزايا حلوه، مش دول بس، فيه بس يعني ايه دول اهم حاجه متعلقين بيها. طيب هقول لكم على حاجة خلينا نفكر فيها مع بعض. طيب دي من ضمن الحاجات برضو اللي أصبحت أساسي في بريطانيا، حاجة اسمها Automated Compliance Check. يعني إيه؟ أنت عملت المبنى؟ أه. هتبعته؟ لا استنى، قبل ما تبعته هتدوس على زرار هيعمل تشيك يتأكد إن كل حاجة مطابقة للكود. مش بنتكلم على الكراشات، إحنا بنتكلم على الكود، يعني المسافات بين السلالم، المسافات الغرف فيها نوافذ ولا لأ، يبدا يتاكد ان كل حاجه مطابقه للكود ولا لا. دي حاجه اسمها اي سي سي. تمام، ودي فعلا اشتغلنا بيها. كان من ضمن الحاجات مثلا الاستدامه، مطابقه للاستدامه ولا لا، في نقطه مثلا توفير الميه، توفير الكهرباء، يعني يبدا يعمل شيك على بعض الحاجات. مثلا في الانشائي، هل في عمود محطوط مش شايل اي حاجه فوقيه؟ يبدا يعمل شيك وهكذا. هو الكود بريطاني بس انت سهل جدا تغير القيم، يعني انت سهل جدا تحدد ايه القيم اللي انت عايزها ويبدا ان هو يعدلها لك على الحاجه اللي انت عايزها. يعني تقدر انت تدخل فيها الكود المصري وتسيبه وتشتغل بيه بعد كده على طول. طيب لو احنا بقى بنتكلم على الكونستراكشن نفسها، ممكن الذكاء الاصطناعي يفيدني ازاي في الكونستراكشن؟
في موقع البناء. طيب في ممكن الدرون، عارفين الدرون؟ متابعين الأحداث؟ لا الدرون، درون الدرون دي اللي هي الطيارة الصغيرة، اللي هي الطيارة بدون الطيار اللي بتطير واستخدموها كتير هي يعني. بتقدر تتجسس على أي حاجة وكل مظبوط. هو انا عندي واحدة في البيت تمام، وهي في اغلب الدول مش مسموح ان انت يبقى عندك واحدة يكون فيها كاميرا وتقدر انها تطير في الهواء يعني، مش مسموح في مصر ولا في الامارات ولا في قطر ولا في السعودية، بس بنسب مختلفة يعني. الامارات مسموح بيها مثلا في الصحراء يعني، يقول لك ايه، ابعد عن دبي وابعد عن المحافظات واستخدمها زي ما انت عايز في الصحراء ماشي، ما تصورش قريب من مطار او قريب من مكان يكون مهم، ممكن تطرد من البلد او تسجن او كده. هو فعلا مش مسموح في مصر، وعلى فكره ليها دور كبير جدا في اللي حصل في غزه والاحداث. طيب احنا بنتكلم على موقع البناء، من ضمن الحاجات فعلا موضوع الذكاء الصناعي اللي خلى 7 اكتوبر ليه تأثير جامد، ان هو الطرف الاخر كان واثق جدا في الذكاء الصناعي، فكان مهمل جدا الموضوع، وفوجئ ان ثغرات بسيطه جدا قدروا يتغلبوا عليها. ممكن مثلا تكون انت عايز تصور حاجه معينه، فتصور المبنى بيتبني ازاي او ايه التطورات الحاجات دي كلها، ممكن عايز تطلع قطع معينه، لمبه معينه او حاجه معينه تقدر تخليه يطلع لفوق. طيب من ضمن الحاجات اللي انا شفتها بنفسي حاجتين، كان معانا عامل بسيط جدا يعني، كان من ضمن الحاجات اللي هو ممكن مثلا ايه يقول خد نظف دي او ركب لمبه او حاجه زي كده. الراجل ده راح اشترى درون، الكلام ده كان في 2000 2015، كنت انا شغال في مشروع مول في قطر، وخلاه يطلع ويصور المكان، فعجبت صاحب الشركه وقال له لا لا خلاص، انت مسؤوليتك ان انت تصور بالدرون اللي انت جايبها وتعمل الحاجات ديت. فاتنقل نقله رهيبه يعني، بدل ما كان عامل عادي وبمرتب بسيط، لا المرتب بتاعه تضاعف 10 مرات، والبوزيشن بتاعه اتغير، وكل حاجه اتغيرت بسبب ان هو قدر يستخدم التكنولوجيا تمام. طيب الحاجه الثانيه، دكتور في الامارات كان عمل الدرون دي تطلع وتصور وتعرف ايه اللي تم خلال اليومين اللي فاتوا، واوتوماتيك تبعت لبرنامج البرامافيرا او جدول الزمني وتقول ده الاكشوال، ده اللي اتنفذ فعلا، بدل ما انت تدخل وتكتب مانوال ايه اللي اتنفذ، هي كانت بتفهم ايه اللي اتنفذ وتبدا انها تسجله. ده برضو بالذكاء الصناعي بنقدر نعرف كل يوم ايه اللي اتطور ماشي. طيب هنا مثلا دي نظارة، النظارة دي بقت مع ناس كتير جدا، ان هو طول ما هو ماشي لو في اي غلط يبدا ينبهه، لو في اي حد مش لابس خوذة او مش لابس حذاء واقي او مش لا او مش محاول انه يدخل في المكان ده، يبدا ان هو ينبه تمام. بقت دي موجوده في الذكاء الاصطناعي بشكل رهيب تمام، بتعمل كذا فيديوهات للمشاريع مظبوط. هنا بقى الذكاء الاصطناعي ان في كاميرات موجوده بتراقب، لو لقيت حد مش لابس سيفتي، مش لابس نظاره السلامه، مش مستخدم السقالات، مش مستخدم الحاجه الصح، يبدا ان هو يدي تنبيه ويوقف الشغل تمام. ده برنامج مثلا بيستخدم عشان نعمل سكان ويحول السكان ده لفيديو مظبوط. طورت وبقت طيارات حربية بدون طيار، وده تطور الفكرة. هو بيستخدموها كتير اصلا في الحاجات الحربية، لكن ناس كتير بدأت تستخدمها في ديليفري، ان هو يوصل الطلبات والحاجات دي. طيب هنتكلم بقى لو حد عايز يستخدم الذكاء الصناعي كمبرمج تمام. هو تقدر تستخدم الذكاء الصناعي من غير برمجه كيوزر، انت راجل بتستخدم الذكاء الصناعي، بس لو انت عايز تتعلم برمجه وتعمل انت برامج، فانت ممكن تتعلم البايثون، دي اسهل لغه، ميزتها ان في مكاتب كتيره جواه، لايبراري بتخليك تبرمج للذكاء الاصطناعي، ولو بتدور عليه معلومه هتلاقيها بسهوله جدا يعني. في لغه اسمها لغه الرينج تمام، ده اللي عاملها واحد مصري اسمه محمود فايد، وعامل لغتين برمجه، عامل لغه اسمها بي دبليو سي تي، بروجرامنج كود وزاويه بروجرامنج وزاويه كود، وعامل لغه تانية اسمها رينج. الرينج دي انا شارحها يعني اسم مكتوب في اللغه، واخد منه شهاده في البروجرامنج وزاويه كود تكنولوجي تمام. فتقدر من الروابط اللي انا حاططها لك دي تقدر تتعلم البرمجه، تقدر تتعلم
الذكاء الاصطناعي تقدر ان انت تبقى استاذ في المجال ده ان شاء الله. تمام، دي بعض الشهادات انا كنت اخدتها، مكاتب خاصة بالذكاء الاصطناعي. دي شهادة من كورسيرا. كورسيرا من ضمن الحاجات القوية جدا في تعلم الذكاء الاصطناعي بالذات يعني. دي مواقع جربوها، انا حطيتها لكم كده على جنب بحيث لو حد عايز ان هو يجرب. احسن واحد فيهم دوت، ده انا بدخل عليه كل يوم يقول لي ايه اخر مواقع بقت موجودة. تمام، كده يبقى احنا خلصنا. منتظرين بقى الأسئلة، منتظرين الاقتراحات، منتظرين اللي انتوا عايزينه في بقية المحاضرات ان شاء الله، وربنا يجزيك كل خير. حد عنده اي اقتراح؟ حد عنده اي حاجة مش مفهومة حابب ان احنا نعيدها تاني؟ عند اسئلة لازم يكون في اسئلة. طيب الموقع ده حلو برضو، لوك اكس اي اي كلاود. ده ميزته ان هو كله معماري، يعني مش هتلاقي اي حاجه غير المعماري. اي صوره من دول هتعجبك اقف عليها، هيعمل لك يشرح لك ايه الصوره ديت، ويديك امكانيه ان انت تعمل زيها، يعني كاتب لك في التكست ايه البرومت اللي استخدم عشان يعمل لك الصوره دي، وايه الصوره اللي هو اديها له الابيض واسود اهي. تمام، فانت خلاص عرفت تتعمل ازاي، تقدر تقول له انا عايز اعمل واحده زيها. تمام، ده من ضمن المواقع القوية لوكو اكس اي اي، هسيبها لكم على الشات. ومشي ده بتدي له اي تكست يعمل لك 3 دي، مش بيعمل لك 2 دي. يعني انا قلت له عايز فيلا، عمل لي فيلا 3 دي. بتدي له تكست تقول له انا عايز مثلا وحش، يبدا يعمل لك وحش بالشكل ده. انا عايز عربية، يعمل لك 3 دي تقدر تلف حواليها كل حاجة. تمام، طيب يا ريت الناس تطبق وتبعت لنا صور التطبيق على الشات عشان نحفز بعض. تمام، طيب سؤال اكاديمي، الميد ترم كمان اسبوعين نستعد ازاي؟ طيب انا بالنسبه لي والله اسهل حاجه هقدر عليها تحت امركم ان شاء الله، ما حدش يقلق، المهم الناس تطبق ما تقلقوش خالص. بقيه المواد بقى كل واحد اضرب المنهج بتاعه. انا عن نفسي اهم حاجه بالنسبه لي التطبيق. يعني اقول لكم على حاجه، انت ممكن تقعد تقرا الكتاب 1000 مره وما تبقاش فاهمه وما تبقاش مركز فيه. اعرف دكتور في اداره المشاريع كان راح روسيا، فعمال يشرح لهم البي ام بي واداره المشاريع والحاجات دي كلها، فلهم بيبصوا لبعض ويضحكوا. ليه؟ لان هم بيطبقوها فعلا، يعني هو بيشتغل بيها فعلا، فبالنسبه له كانك بتقول له صباح الخير او باب الجامعه منين، او يعني حاجات سهله جدا. فلو انت بتطبق اللي بيتقال في اي محاضره او في اي مع اي دكتور بتطبق، حتى لو انت ما عندكش حاجه في البيت ممكن تتخيل حاجه وتبدا ان انت تطبقها، هتلاقي الموضوع سهل جدا. يعني لو انت سمعت المحاضرات بتاعتي، محاضرات ناس احسن مني 100 مره بس ما طبقتش هتنسى، انما لو انت مسكت كده موقع موقع جربته، صدقني حتى لو بعد 10 سنين هتلاقيك فاكره. محتاجة تطبيق بس، وهتلاقي الموضوع سهل جدا ان شاء الله. طيب حد عنده اي اسئلة ثانية؟ طيب انا شاكر جدا ليكم وربنا يكرمكم ان شاء الله، يعني نتقابل الحد الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم، السلام عليكم.